عمل فرحه في اسكندرية في أكبر فنادقها، ونجوم العتاولة وجعفر العمدة حضروا عشان يجاملوه، ومصطفى أبو سريع ما قعدش على الكرسي ورقص معاه طول الحفلة وبقى يقول له الفرح الحلال هو. لقطات عفوية من فرح الفنان الشاب حسني شتا. اتصدر الفنان الشاب حسني شتا ترند على السوشيال ميديا خلال الساعات اللي فاتت بعد احتفاله بجوازه من بنت من خارج الوسط الفني اسمها داليا. فاحتفل شتا بفرحه في فندق من أرقى وأهم الفنادق في اسكندرية، فقرر حسني شتا يعمل فرحه وسط أهله وناسه في اسكندرية، محافظته اللي اتولد وعاش فيها طول عمره. والبداية كانت مع استقبال حسني شتا لعروسته واللي طلت بالأبيض زي الأميرات، وكان حسني شتا مش مصدق إن حلم عمره بيتحقق وخلاص حبيبته بقت معاه ومراته. وعملوا الفوتوسيشن بتاعهم في الفندق بحضور أسرتهم وأصحابهم، واللي بدأوا يشاركوا صورهم مع حسني شتا من بداية اليوم من خلال حساباتهم على السوشيال ميديا. وبدأت احتفالات حسني شتا وعروسته بفرحهم، وكانت الفرحة مش سايعاهم وبيرقصوا مع بعض ومبسوطين. والمفاجأة إن كل النجوم وأصحاب شتا الفنانين جم الفرح مخصوص في اسكندرية عشان يجاملوه أو يكونوا معاه في يوم زي ده. ده كمان كان أغلبهم من نجوم جعفر العمدة وكمان نجوم العتاولة زي الفنان مصطفى أبو سريع اللي يعتبر صديق مقرب لحسني شتا، واللي حضر فرحه وعمل الواجب معاه وكان بيرقص فيه ويقول الفرح الحلال هو، وما قعدش ولا لحظة وما سابوش لوحده. كمان كان في نجوم تانية حاضرين زي الفنان عمرو عبد الجليل واللي كان حضوره ليه طابع كوميدي كالعادة، وجامل حسني شتا هو والفنان ماجد المصري وتصوروا معاه واحتفلوا معاه. كمان الفنانة بدرية طلبة والفنانة عارفة عبد الرسول وكانوا بيرقصوا معاه وكمان بيطبلوا له على الطبلة ومبسوطين بيه وكأنه فرح ابنهم. كمان السيناريست محمد سعيد بشير هو كمان كان حاضر الفرح ونشر فيديو ليه مع حسني شتا، وكان وقتها في طريقه الفرح وبيكلم حسني شتا في الموبايل وعلق عليه وقال انت جاي الفرح ولا مش جاي؟ عشان احنا جينا كلنا. ورد عليه حسني شتا لا انا جاي. كمان الفنان حسني شتا قرر يختم سلسلة نجاحاته في رمضان 2024 بخبر جوازه، فشارك خلال سيزون رمضان في مسلسل جري الوحوش، كمان شارك في مسلسل محارب مع الفنان حسن الرداد، فتعرف في المسلسلات بدور الشاب الوسيم واللي اعتبره تحدي كبير ليه. قال حسني شتا عن أدواره دور الجان كان بالنسبة لي تحدي كبير، وأنا كنت بعمل مسلسل الأب الروحي شخصية صالح العطار وما ملامح الشخصية وسيم ومهتم باللبس، والمسلسل لاقى نجاحا كبيرا جدا.